للمزيد من التوضيح ينضم إلينا عبر الهاتف من خان يونس بشير جبر مراسل القاهرة الإخبارية. بشير، ما هو الموقف على الأرض الآن؟ تحية لك ريهام. يعني على الأرض لا زالت العملية العسكرية الإسرائيلية مستمرة باتجاه أكثر من منطقة في القطاع، خصوصا في مخيم النصيرات في وسط قطاع غزة الذي يتعرض منذ ساعات الصباح إلى قصف إسرائيلي متواصل، إما من الطائرات الحربية الإسرائيلية التي لا تفارق الأجواء، كذلك من المدفعية الإسرائيلية المتمركزة إلى الشرق من قطاع غزة، وكذلك أيضا من الآليات العسكرية الإسرائيلية التي تقوم بمهمة فصل الشمال عن الجنوب. هذه الآليات التي نرى نيرانها بشكل كثيف باتجاه منازل المواطنين وممتلكاتهم، وخصوصا في الأطراف الشمالية لمخيم الذي يقع على مقربة من هذه الآليات. منذ صبيحة هذا اليوم هذه اللحظة لا زال هذا القصف مستمرا باتجاه مخيم النصيرات، الأمر الذي أدى إلى ارتقاء ما يقرب من 20 شهيدا في هذا المخيم، بالإضافة إلى العشرات من المصابين بالجراح متفاوتة الخطورة. الحقيقة بأن مستشفيات هذا المخيم ومستشفيات المحافظة الوسطى عموما بدأت تمتلئ بالمصابين الذين يصلون تباعا جراء هذا العدوان الإسرائيلي المتصاعد باتجاه تلك المنطقة. حتى هنا في الجنوب، خان يونس ومدينة رفح في أقصى جنوب قطاع غزة أيضا تشهد قصفا عنيفا بين الفينة والأخرى، مستهدفة مجموعات من الفلسطينيين وخصوصا في المناطق الشرقية لمدينة خان يونس. بطبيعة هذا اليوم كان هناك قصفا استهدف مجموعة من المواطنين أوقع 4 شهداء وأصيب 15 آخرين بجراح متفاوتة الخطورة. قبل قليل استهدفت الطائرات المسيرة كذلك 3 شبان كانوا في المنطقة الشرقية لمدينة خان يونس، وتحديدا في منطقة قاع الجرين. هذه المنطقة وهذا القصف أدى إلى استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة آخرين. في مدينة رفح في أقصى الجنوب أيضا لا زالت عمليات النسف متواصلة للأحياء والمربعات السكنية. أيضا رهام الشمال، شمال قطاع غزة، جبال حنون وبيت لاهيا تتعرض إلى ذات الوتيرة من القصف الإسرائيلي المتصاعد باتجاه تلك المناطق، خصوصا نتحدث عن حركة المواطنين الذين يحاولون التنقل في مناطق جباليا، تلاحقهم الطائرات السيارة وتطلق عليهم القنابل بشكل متواصل، مما أدى إلى استشهاد فلسطينيين في تلك المنطقة. أيضا منطقة بيت لاهيا وبالقرب من محيط مستشفى كمال عزيز تقوم هذه الطائرات بقصف هذا المستشفى ومحيطه بشكل مباشر. بشير، ما هو الموقف أيضا الخاص بالغذاء والمساعدات الإنسانية؟ كنا تحدثنا فيها من قبل وأشرت إليها وبقوة بأنها من أهم المخاوف على الإطلاق. حقيقة أن الأوضاع الإنسانية منهارة تماما ريهام، المناطق الشمالية للقطاع أو هنا في المناطق الجنوبية للقطاع، الاحتلال يمنع ويعرقل إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، الأمر الذي بدا واضحا من خلو هذه المساعدات لدى الأسر ولدى النازحين الفلسطينيين. كذلك البضائع والمستلزمات باتت فارغة تماما من الأسواق في المناطق الجنوبية لقطاع غزة، لا يستطيع أي فلسطيني الحصول يومه، وهو الأمر الذي دفع النازحين والمواطنين هنا على وإلى طهي الدقيق الفاسد واستخدامه كطعام في هذا النقص الحاد في المواد الغذائية، وهو الأمر أيضا بالمناسبة المجموعة من المؤسسات المحلية والدولية بأن المجاعة والعرقلة الإسرائيلية لإدخال المساعدات الإنسانية والدقيق إلى غزة تسبب بمجاعة حقيقية في الصفوف الفلسطينية. يضاف إلى هذه المأساة أيضا مأساة الأحوال الجوية والأجواء الماطرة التي تعصف بقطاع غزة وتسببت بغرق آلاف خيام النازحين في المناطق الجنوبية للقطاع، وخلف هذه الخيام واحتياجات الفلسطينيين الذين كانوا يعيشون في داخل هذه الخيام. وبالتالي نتحدث عن منظومة ونتحدث عن ما
مأساة حقيقية من أكثر من عنصر ومن أكثر من اتجاه تحيط بأن الفلسطينيين. شكرا جزيلا بشير جبر على هذا التوضيح وهذه التفاصيل من خان يونس مراسل القاهرة الإخبارية.